وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد علي حسن أحمد، مدير إدارة برامج الأفراد في صندوق العمل تمكين. بعد التحية سيد علي، ما هي الأدوات التي سيعمل من خلالها صندوق العمل تمكين على تنفيذ هذا الدور المناط به في إطار البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية؟ أهلا وسهلا ومشكورين على الاستضافة. أهلا بك. طبعا إذا بنتكلم عن دور تمكين في البرنامج بنسخته الجديدة، فإحنا ما بنطلع عن أهداف إنشاء الصندوق ومن أبرزها تعزيز تنافسية القطاع الخاص وجعله المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة طبعا إلى دعم الجهود الحكومية الموجودة اليوم التنسيقية فيما يخدم تطلعات التنمية الاقتصادية. نفس ما تم الإعلان عنه مسبقا، تم تمكين راح تخصص مبلغ 120 مليون دينار من ميزانيتها خلال السنوات الثلاثة الجاية لدعم أهداف البرنامج الوطني للتوظيف، وهذا المبلغ يمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الأخيرة. إذا نتكلم بشكل عملي وبشكل واضح للإخوة المشاهدين، شنو المبادرات التمكين ضمن البرنامج الوطني للتوظيف؟ فإحنا راح تتمحور على برنامجين أساسيين. البرنامج الأول وهو دعم الأجور ودعم تدريب المسجلين على قوائم الباحثين عن عمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والشق الثاني راح يكون طرح برنامج دعم أجور خاص موجه لفئة حديثي التخرج، والبرنامجين راح يخدمون جميع أنواع أنماط العمل، منها الدوام الكامل أو الجزئية وحتى التدريب أو حتى دعم التدريب على رأس العمل. لازم ننوه اليوم أن احنا اليوم تم فتح باب تسجيل في برنامج دعم الأجور ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، وفي ما سيتم إن شاء الله في المستقبل القريب فتح باب التقديم إلى البرامج الأخرى في تمكين اعتبارا من فبراير القادم إن شاء الله. أما بالنسبة إلى شق التدريب وتأهيل البحرينيين، تمكين ستعمل إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة على إطلاق منصة إلكترونية جديدة تضمن جميع برامج تمكين لتطوير الأفراد، وراح تكون فيها آلية مستحدثة تقوم على تسهيل إجراءات التسجيل والإضافة إلى التحقيق من متطلبات السوق والمهارات مدى كفاءة هذه المؤهلات. ومن المؤمل أيضا في المستقبل القريب جدا أن يكون عندنا شراكة مع الجهات الحكومية الأخرى لربط برامج التدريب مع المعايير المهنية الوطنية والإطار الوطني للمؤهلات. بشكل مختصر، المرحلة القادمة راح تكون تركيز على الكوادر البحرينية لجعلها إن شاء الله الخيار الأول في سوق العمل، بالإضافة على الحرص على دعم تطويرها المهني وتبوئها مناصب قيادية إن شاء الله. إن شاء الله. السيد علي حسن أحمد، مدير إدارة برامج الأفراد في صندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.